قد جندت السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي كل الإمكانيات قصد التحضير الجيد والدقيق للدخول المدرسي لهذه السنة لضمان التحاق ما يقارب 11 مليون تلميذ عبر مختلف مناطق الوطن بالمؤسسات التربوية في أحسن الظروف، حيث حرصنا منذ بداية السداسي الأول من هذه السنة في إطار منسق مع العديد من القطاعات على ضبط كافة الأمور التنظيمية واللوجستية بهدف ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن، سواء ما تعلق بتعزيز الهياكل التربوية اللازمة أو تحسين الخدمات المدرسية بصفة عامة. ففي هذا الإطار سمحت المجهودات المبذولة في هذا الشأن من استلام العديد من الهياكل التربوية على أن يتم استلام هياكل أخرى قبل نهاية السنة الجارية بنسبة إنجاز تفوق التوقعات التي تم اعتمادها مسبقاً، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية.